أنا لحضراتكم بعد الفاصل. دخلنا الفرخة تاخد سواها وإن شاء الله نطلع لكم شكلها عامل إزاي. الخلطة بتاعتها حكاية. طبعا أنا دخلتها بدري علشان خاطر تاخد سواها براحتها. يعني هنعمل دلوقتي وصفتين في وصفة، اللي هو رز على الطريقة المكسيكي يتاكل لوحده مع أي حاجة، وفاهيتا تتاكل لوحدها، ولكن احنا هنقدم الاثنين مع بعض بطريقة لذيذة، وهنقول مقادير الرز لوحدها ومقادير كمان الفاهيتا لوحدها. أول حاجة، بس الفاهيتا هتبقى باللحمة مش بالفراخ. أول حاجة عندي الرز المكسيكي عبارة عن نص كيلو من الرز البسمتي المنقوع في المية بقاله نص ساعة مع شوية ملح، وبصلتين، ونص لتر عصير طماطم، واتنين فص ثوم، ومعلقة هريسة شطة، ومعلقة بابريكا، وكوباية مرق، ومعلقتين صلصة طماطم، ورشة بهارات. دي المقادير بتاعة الرز. الفاهيتا عبارة عن كيلو من اللحم متقطع شرايح زي الشاورما، وعندي كمان معلقة هريسة شطة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة كركم، وفصين ثوم، وكمان عندنا ثمرة بصل شرايح، وثلاث معالق من زيت الزيتون، ثلاث ثمرات فلفل ألوان، وثمرة فلفل حار، وهنقدمه مع لبنة، وهنقدمه كمان مع شوية جبنة مبشورة زي ما بيتقدم في المكسيك بالظبط. يلا بينا يلا بينا. شيف يسري، طب انا دلوقتي ما باكلش حاجه حراقه، هنشيل من هنا الشطه، وهنشيل من هنا هريسه الشطه، وهنشيل من هنا برضو الحاجات دي لو احنا مش عايزين الحاجات الحراقه دي. فيلا بينا نشتغل ونقول بسم الله مع بعض كده ونعمل ايه. اهو هنا في طاسه على النار، بس قبل ما ابدا اعمل الطاسه اللي على النار، تعالوا نعمل مع بعض الرز بتاعنا بطريقه بسيطه قوي. هنا شوية من الزيت عبال ما يستوي الرز، نكون احنا سوينا الفاهيتا بتاعتنا. وبعدين هاخد الرز كالعادة المنقوع نصفيه من المية خالص. بصوا بقى فرق بين انه مثلا يكون متصفي اهو، وفرق انه يكون مش متصفي، قصدي منقوع ومش منقوع. شوفوا الحباية بتكبر معانا قد ايه لما بنكون ناقعين الرز، وبيطلع معانا الرز روعة الروعة. ده رز بسمتي حلو قوي. البصلتين على الزيت نشوح يتبلوا معانا شوية، وبعد كده نضيف عليها بقية المقادير بتاعتنا. واحنا بنسوي، لا انا يا دوب البصل كده يشم النار، يشم النار شوية. المرة دي مختلف الرز البسمتي، مش زي كل مرة، كل مرة بنعمله في مية بتغلي ونسلقه، لا المرة دي بقى في نكهات تانية. النكهات عبارة عن توم وهريسة شطة وصلصة وحاجات من دي. وادي التوم بتاعنا ورشة البهارات والشطة وهريسة الشطة. طبعا نبعد كده وشنا بقى اول ما حطينا الشطه وهريسه الشطه عشان ما نقعدش نعطس. نقلب، وبعدين هنضيف عصير الطماطم، ونضيف صلصه الطماطم، ونقلب الخليط ده كله. وفي هنا مرق، المرق ده هقول لكم ليه دلوقتي. يبقى احنا كده ماشيين زي ما انتم شايفين واحدة واحدة لغاية ما نخلص كل ما قدرنا. شايفين الصوص بتاعنا اللي هو صوص الطماطم ده حلو قوي، هغطيه يغلي غلوتين، وبعد كده اهو وهو بيغلي المرق عندي والرز متصفى عندي عشان نعمل مع بعض الرز. اول ما يغلي الخليط بتاعنا اللي فيه البصل وفيه الهريسة الشطة وفيه التوم وفيه الحاجات دي وشوية البهارات، وادي الرز بتاعنا وادي المرق. المرق ده احتياطي لو انا احتاجت ازود شويه، ازود شويه معانا. تمام، هستنى ايه اول ما بيغلى. اهو اهو بدا يغلي معانا. تمام اهو، هنعمل ايه؟ هنضيف الرز دفعه واحده ونشوف بقى محتاج مرق ولا لا. تمام، حلو قوي. نقلب كويس قوي عشان كله يتشرب من الطماطم ومن الخليط بتاعنا، وهنضيف شوية مرق صغيرين مش كتير، نص الكمية اهو، والملح أساسي طبعا،
ونقلب تقليبه، وبعدين نحط الغطا ونسيبه اول ما يتشرب ميته نوطى عليه. تمام كده؟ خلاص خلاص، نشيل بقى الحاجات اللي احنا مش محتاجينها دي هنا كده، ونرجع نكمل مع بعض. احنا بنعمل ايه؟ احنا خلصنا الرز بكل تفاصيله، عندنا بقى الفاهيتا، بولة كبيرة كده، حط اللحمة ونديها ملح وفلفل ونديها شوية النكهات اللي عندي اهو. تمام؟ وبعدين ناخد معانا الكركم والبابريكا ونقلبهم مع الملح والفلفل. طب الباقي؟ الباقي اللي هنحطه دلوقتي مع بعض. خلاص؟ ونسيب بقى ده يتشرب معانا شوية. أهو شايفين؟ اللون بتاعها اختلف خالص، اللحمة لونها اتغير خالص. وهنيجي بقى نضيف هنا شوية زيت. تمام؟ وهي سخنة كده الطاسة. نغير بس الاسباتولا دي. ونحط اللحمة بتاعتنا دفعة واحدة. ونفردها. تمام؟ سيبها اهي لغاية ما تلون معانا ونقلبها ونظبط الدنيا واحنا ماشيين مع بعض. يبقى احنا كده كل اللي حطيناه زي ما بنقول اللحمة لوحدها. بقى عندي بقية المقادير كلها. طبعا الجبنة المبشورة واللبنة دي ما بتتحطش غير في النهاية ساعة التقديم، بيتحطوا مع بعض. احنا هنا بالراحة اهو الجبنة واللبنة دول هنسيبهم لغاية آخر نفس زي ما بنقول آخر نفس. بنقلب فيها كده اللحمة كل شوية علشان خاطر أولا تتشرب ميتها دي، وفي نفس الوقت زي ما انتوا شايفين تستوي معانا. طبعا لسه هنضيف عليها بقية الحاجات، بس أول ما تلون معايا اللحمة بتاعتي هنضيف عليها بقية الحاجات بتاعتنا اهو. تمام؟ قلبها التقليبة دي كده، شايفين عملت صوص لوحدها ازاي ولونها بقى رائع ازاي؟ حلو قوي، جميل. نروح بقى للرز، نبص عليه بصة عشان لما يتشرب ميته زي ما قلنا نبدأ نوطي عليه النار ونسيبه اهو. شايفين بدأ ينشف معانا شوية السائل اهو. اول ما هينشف معانا السائل هنيجي نعمل ايه؟ هنوطي عليه النار ونسيبه على نار هادية. تمام؟ ونسيبه. نرجع بقى للحمة بتاعتنا تاني. حلو قوي، وصلت لمرحلة مش وحشة. يعني ايه مش وحشة؟ يعني دلوقتي اما اضيف عليها الخضار بتاعنا تبدأ الخضار يتشرب من الصوص بتاع اللحمة ده، واللحمة كمان تتشرب من الخضار وتاخد النكهة. فبنضيف اول حاجة البصل. تمام؟ وبعدين الفلفل الحامي، الثوم، عايزين تبقى نقطعه شرايح ممكن، عايزين نفرمه ممكن، ونقلب الاول دول مع بعض. طبعا الفلفل بضيفه بعد شويه. ليه؟ لان الفلفل ده بيستوي بسرعه، يعني الفلفل ممكن يستوي معانا يتهري، لكن انا هضيفه في اخر مرحله. تمام؟ وهضيف هنا بقى هريسه الشطه. حلو كده. واحنا اصلا حاطين على اللحمه الكركم وحاطين البابريكا وحاطين الملح والفلفل، ونسيبها تغلي شويه. اول ما احس ان البصل دخل في التسويه هضيف الثلاث ثمرات الفلفل الالوان. جميل. والرز عندي زي الفل، بدا يتشرب اهو، واللحمه عندي بدات تخش في التسويه. والفراخ انا طبعا شلتها حطيتها فوق وحطيتها تحت الشوايه علشان تلون معانا، ريحتها وطعمها روعه. الفراخ اللي احنا عاملينها في الفرن دي ريحتها حلوه قوي وطعمها روعه، وشويه اللحمه دول برضو حاجه كده النهارده، يعني حاجه روعه، روعه الروعه، حاجه جميله والله، بالهنا والشفا للي هياكل. جربوا الحاجات دي هتعجبكم قوي. انتوا عارفين طبعا ان انا بحب دايما اجيب لكم كل المعلومات وكل الحاجات البسيطه اللي ممكن بنشوفها بس ما بنقدرش نعملها، عايزين نعرف بتتعمل ازاي. فاحنا عشان كده بعملها لكم بابسط طريقه وبطعم حلو قوي. انا بس هسخن شويه ميه، محتاج اخلي بس جنبي كده شويه ميه سخنين، هقول لكم ليه. الوصفه دي
لازم يبقى فيها صوص شويه زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين الصوص ده؟ ده صح، ولكن اللحمه لازم تستوي معايا، فانا هسيبها لما تستوي. لو ما هسيبها تستوي هيحصل ايه؟ الصوص ده هينشف، لازم ارجعه تاني بشويه ميه سخنين او شويه ملق لو عندي. فاهميني؟ طيب حلو قوي. وبص برضو على الرز كده اخباره ايه بعد انا ما هديت عليه النار خالص. الله على الجمال. سيبه بقى لما يتشرب خالص معانا ويطلع بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي اهو. هسيبه براحته خالص. يبقى احنا كده بنعمل مع بعض حاجتين زي ما انتم شايفين، رز مكسيكي زي ما قلت يتقدم لوحده مع اي وصفه مع اي اكل، بشويه صوص طماطم وهريس شطه وشويه شطه وبابريكا وحاجات. وادي الفاهيته بتاعتنا يا شيف يسري. ممكن الفاهيته دي نعملها في الخبز؟ اه طبعا، خبز شامي نفرده ونحط شويه من التوميه، شويه سلطه طحينه، بصل، طماطم، فلفل زي ما انتم عايزين، وشويه جبنه نحط لبنه زي ما انتم عايزين. وبعد كده نلفها تبقى عامله زي الشاورما. ده بالنسبه للفاهيته لو حبينا نعملها مع الخبز. تمام، انا ما فيش معلومه ما بتعدي غير اما اقول لكم عليها. في الحاله دي بقى هحط بقى الفلفل بتاعنا، وانا مطمن انه مش هيستوي اكتر من اللازم معانا، لان طبعا اللحمه بدات تخش في التسويه الكامله. حلو قوي. نقلب كده كويس. شويه بقى نكهات كده مع بعض عاملين طعم وريحه. وطبعا زي ما قلت في البدايه للناس اللي بتحب السبايسي، لكن لو انا ما باكلش سبايسي ممكن اخفف كميه الشطه الموجوده معانا دي كلها. التقليبه دي كده واسيبها برضو تغلي غلوه. ولكن هنا بقى علشان يبقى عندي شويه من الصوص بسيط هنحط شويه ميه صغيرين، حوالي معلقتين ثلاثه بس. انا مش عايز كتير، انا بس عايزه يبقى سائل شويه ينزل كده يشرب الرز معانا. ونقلب التقليبه دي ونسيبه يغلي معانا تمام التمام. ماشيين مع بعض كده واحده واحده، ما فيش حاجه بنعملها خالص غير اما بتشوفوها. كل المعلومات انا بقولها لكم. الوصفه دي روعه الروعه، زي ما قلت في لبنه وفي جبنه. لو انا مش عايز اضيفهم ما اضيفهمش، لكن هم عاده في المكسيك علشان حده السبايسي الموجوده بيحطوا اللبنه دي فوقها كده تخفف شويه من السبايسي. تمام، الرز بتاعنا خلاص اهو، فاضل له كده ثواني. شيف يسر انت معودنا ان انت ما تقلبش الرز كتير، بتقلبه هنا ليه؟ هقول لكم ليه. لان هنا فيه صلصه طماطم وكمان في حاجات تانية، فالحاجات التانية اللي موجودة مع صلصة الطماطم والطماطم دي، وهنا في استلس، لو أنا سبتها ممكن تعمل تحت حتة تتحرق معانا. فعشان كده بقلبه كل شوية علشان يطلع كله زي بعضه، وفي نفس الوقت يستوي معانا، وفي نفس الوقت كمان ما يتحرقش من تحت. دي المعلومة اللي حبيت أقولها. لكن لو في مية بس ما كنتش قلبت كتير، الصلصة مع صوص الطماطم مع عصير الطماطم ممكن تتحرق من تحت شوية. هنغطي عليه خلاص، هو فاضل له كده دقايق معدوده. واللحمه بتاعتي خلاص اهي استوت، وفي شويه الصوص اللي انا قلت عليهم اهم، شايفينهم بقى دول؟ هم دول الخلاصه، طعمهم لوحده حكايه. هم دول بالهنا والشفا. وبعدين واللحمه استوت والخضار بتاعي روعه الروعه دلوقتي الدنتي على النار كله. هسيبه ونجيب الطبق بتاع الغرف بتاعنا علشان خاطر هنغرف مع بعض الرز ونحط عليه كده اللحمه والحاجات دي كلها. والفرخه طبعا هبص عليها اخبارها ايه؟ روعه يا جماعه، يعني بالهنا والشفا اللي هياكل. تيست جميل وحاجه كده روعه الروعه اهي. يلا بينا. بص بقى، في هنا بقى شويه الصوص بتوع التسويه، دول ارميهم؟ لا طبعا، تعرفين ان انا ما بسيبش اي حاجه خالص. ناخد كويه من الصوص ده، نجيب حاجه نمسك بيها بس عشان سخنه، وناخد الصوص ده كده اهو نضيفه عليها من فوق اهو. حاجه كده مشهيه، طعم روعه بجد. جربوا ولازم تقولوا لي ارائكم. اه تمام، بالهنا والشفا. ده شكل الفرخه بتاعتنا اللي احنا عملناها، وده شكل اللحمه بتاعتنا اللي احنا عملناها، وده شكل الرز اللي احنا عملناه. يلا نغرف كله مع بعضه، يلا نغرف كله مع بعضه. هنجيب الرز بتاعنا بعد ما تشرب معانا.
تمام اهو. لا اخليه بس ده لسه عايزه كمان دقيقه ولا اتنين عشان يطلع مستوي خالص. تمام، والفاهيتا بتاعتي خلاص استوت اهي، انا هطفي عليها النار خلاص. زي ما قلت ان الفاهيتا ينفع نقدمها مع خبز شامي، ممكن مع خبز التورتيلا، ممكن مع اي خبز انتوا عايزينه عادي جدا. طبعا احنا هنا مجهزين شويه من الرز قبل الهوا، هناخدهم كده نغرف علشان نغرف، وبعد كده خلي ده نغرفه في الطبق التاني. طبق قدامنا اهو، وناخد شويه رز. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل الرز بالصوص ده روعه كده، حلو قوي. ونفرد في النص، نفتح في النص فتحه كده عشان نحط جواها اللحمه بتاعتنا. اغرفوا زي ما انتوا عايزين، اغرفوا زي ما بتحبوا، شوفوا انتوا بتحبوا اي طريقه في الغرف اهو. جميل. ونرفع بقى اللحمه بعد ما استوت. بجد الحاجه مشهيه النهارده، الريحه كمان عامله موضوع جميل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو في النص زي ما قلت لكم بقى، بنحط شويه اللبنه وشويه الجبنه معاها لو احنا حابين، لو احنا حابين، مش حابين خلاص. درجه الحراره الموجوده في اللحمه هتخلي الجبنه بتاعتنا تسيح معانا شويه، وده المطلوب. واللبنه على الوش كده، الصوص اهو شايفينه، ده بقى اهم حاجه في القصه. وعلى الرز، وبعدين زي ما قلت شويه من الجبنه كده، ونحط بقى قطعه من اللبنه في النص. هو ده حاجه كده روعه، طعم جميل، الشكل حلو، لازم تجربوا وتقولوا لي رايكم. تعالوا بقى ناخد بقى الفرخه نغرفها بالمره بالمره. شويه خضار، كوسه، فلفل، بتنجان، اي نوع طماطم عندي مشويه باخدها علشان اغرف الفرخه بتاعتنا معاها. يعني ايه؟ يعني نقدمها مع الفرخه السبايسي الروعه اللي احنا عملناها. بسم الله. وناخد كده اهي، بصوا بقى الفرخه عايزين نشيلها كده شيله بحيث ما تتبهدل شكلها. يا الله، اتفضلوا بقى. خلاص عود الزعتر ده انا مش محتاجه، شايفينه، هشيله اهو اهو. تمام. وزي ما قلت هاخد بقى، لو انا عايز ازود صوص هاخد الصوص اللي نتيجة التسويه ده ارشه على الفرخه. يبقى احنا عملنا مع بعض النهارده طبقين احلى من بعض، الاثنين شويه سبايسي زي ما قلت لعشاق السبايسي. عشان كده هستاذنكم هناخد فاصل، بعد الفاصل هنوريكم شكل الحاجات بتاعتنا عامله ازاي. محدش يروح في اي مكان، الجديد دايما هتشوفوه، والممتع والتعليمي فقط مع يسر في مطبخ الحياه بعد الفاصل.